عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سعاد أم خديجة. أولا البنات بغيت نشكركم بزاف 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 على التعليقات ديالكم الزوينة والرائعة واللي كتشجعني وتحمسني نزيد القدام. اليوم إن شاء الله بغيت نقدم لكم واحد الوصفة كورية الأصل اللي أثارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. هاد الوصفة اللي زعما ما مكلفاش اقتصاديا او ماديا، وما كنديروها بلا جهد وبلا وقت طويل، يعني دغيا دغيا سريعه، اللي هي فيها مكونين اساسيين اللي خصهم يكونوا في هذه الوصفه، هما الرز، هذا كاس ديال الرز ديال العنبه، نتوما كلشي كيعرف كاس العنبه، كاس العنبه يابس سلقته باش نطول لكم فيديو، انا سلقته هو وكنفوتو فيه الطياب، جوج بيضات، بصله مفرومه او مشلضه رقيقه، معلقه ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الزبده سواء كانت عندكم نباتيه ولا حيوانيه اللي كانت، راس المعلقه ديال الابزار، ملح حسب الذوق، صوص الصوجا او الصويا اختياريه، ولكن من الاحسن اللي كانت عندكم ضيفوها كتعطي واحد اللذه، واحد البنه للطبق. زيت سواء كانت نباتيه او زيت نباتيه، سواء كانت زيت الزيتون او زيت المائده، الفلفل حسب الرغبه، اذا كان عندكم اذا صار ولا شي واحد فيكم مريض ما تقدرش عليها ماشي حيدوها، كنتو كتبغيوها وداك الشيء زوينه من الاحسن ديروها فلفل حار. نبداو على بركه الله. كناخذ مقله ديالنا كنديروا فيها الزيت، قلت لكم كما داكشي اللي عندكم زيت نباتيه سواء كانت زيت الزيتون او زيت المائده، كنضيف عليها البصل باش نحطوه يشحر لينا، كنضيف عليه قليل من الملح، داكشي اللي عايك فيكم الكميه ديال الرز اللي عندكم، انا عندي كاس ما مسلوقش، ملي سلقتو راه ما عرفش عطاني كاس العنبه ديال الرز اللي درت انا، كنقلي نديو فيها ونجيبو حتى كتهبط لينا هاد البصله، المهم هاد البصله خاصها تنزل لينا وتولي عندنا داك اللون الذهبي، ملي تولي عندنا داك اللون الذهبي غادي نضيفو عليها الزبده وباقي المكونات. خلينا البصله ديالنا كتشحر لهيه فوق البوطه، جينا نصايبو هاد الرز، هاد الرز اللي كاس ديال العنبه، كاس ديال العنبه اللي تقريبا 150 غرام سلقته، انا نفرغو هنا في الاناء اللي غادي نخدم فيه الرز مع البيض، هو غادي نفرغ عليه هذوك جوج بيضات، كاس ديال الرز كنديرو جوج بيضات، كاس ونص كنديرو ثلاثه، جوج كيسان ديال الرز كنديرو اربعه، بغينا نضاعفو المقادير، نضيفو لهم قليل من الفلفل الاسود او الابزار حسب كميه الرز اللي عندكم، ملح كذلك حسب الطوق، وكنبداو نلبسو نبداو نلبسو هاد الرز ديالنا بالبيض، تقريبا كل تنحسو كل حبه ديال الرز تغلفت بالبيض، باش نكملو بقيه الوصفه، بقاو معايا، انا تنلبس داك حبه الرز بالبيض كلها خاصها تغلف باش تعطينا داك النتيجه المرغوبه. ملي تحمرات لينا البصله ديالنا وخدات داك اللون الذهبي البنات نتوما كتشوفوا، نضيفو لها البصله، عفوا نضيفو ليها الزبده، ها حنا ضفنا الزبده ديالنا، منين تذوب هاد الزبده عاد باش نضيفو داك الرز اللي لبسناه بالبيض، نحركو حتى كنذوبو هاديك الزبده مع البصله، نبداو نحركو شتي بقات كذوب ليا، منين دارت لينا الزبده ديالنا كنضيفو هاد الارز ديالنا، دابا غادي كنضيفو نبداو
نسرعوا التحريك باش وندير. انا دايره نار متوسطه. الا درتي كميه الرز كثيره شي غتغلبك خصك تحسن البوطه. انا درت نار متوسطه كنخدم مرتاحه فهمتي، كنبداو حتى داك البيض ديالنا يطيب. هانتوما البنات، ها هو الرز ديالنا طاب. باش تعرفوه طاب كيعطي واحد الرائحه زوينه كتطلع. واش كتشوفوا المقله؟ شوفوا المقله راه ما فيها بقاش فيها البيض، ها كيلصقش البيض، يعني الرز ديالنا هو طايب مفرك. ها هو الا كنتو غادي تسرعوا التحريك ماشي مشكل، حتى جهدتوا البوطه. الا كنتو كتحركوا غير بشويه من الاحسن نقصوا البوطه اولا ديروها على نار معتدله. دابا غادي نضيف ليها صوص الصوجا او الصويا، ندير ليها واحد المعلقه على حساب كاس. انا عندي معلقه صغيره على حساب كاس ديال الرز. كاس الرز ما يعادل تقريبا شي 150 غرام. ها هو اللي سلقته، انا ما بغيتش نطول لكم الفيديو، يعني سلقته قبل ما نبدا التصوير. المهم انا قلت لكم انا دابا كندخل هاد لاصوص فيها. الرز ديالنا هو واجد، ريحه رائعه طالعه، وليداتكم غادي يبغيوه. هانتوما البنات هذيك صلصه الصويا، راه خطوه اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، واللي ما توفرش عنده ماشي ضروري. الحار كذلك اللي بغى يديرو، انا ما درتوش. الرز ديالنا هو طايب، هو مفرك، هو رائع ريحته. انا وليداتي كيبغيوه بزاف، جربوه وما غاديش تندموا. ها هما نتلاقاو ان شاء الله نحطوه في طبق التقليد. ها نتوما هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا، اللي يمكننا نعتبروها من ألذ وارخص الوصفات، لذيذه واقتصاديه. يمكننا نقدموها للعائله ديالنا بكل زعما بكل اريحيه، زوينه بزاف لذيذه. هي درتها في هاد الزليفات صغار، وزوقتها بالكيتشوب وهاد الفليفله حمراء. هي درت ثلاثه زليفات صغار، وباقي لهنا تقريبا جوج زليفات صغار اخرين. يعني كاس ديال العنبه ديال 150 غرام تيعطيك ما شاء الله واحد الكميه، زعما وجبه عشاء خفيفه او سريعه. الى عجبتكم البنات الوصفه، ما تنساوش تدعمونا باللايكات وتبارطاجيوها مع الاهل ديالكم والاحباب. وقبل ما تخرجوا، لو كنتوا اول مره كتدخلوا القناه، ضغطوا على زر الاشتراك. والى الملتقى ان شاء الله في وصفه قادمه.